الحركة اليوم وهي تفتقد الشيخ أحمد ياسين تعتبر أن الرد الحقيقي على الجريمة الصهيونية هو الاستمرار على ذات المنهج والبرنامج الذي رسمه الشيخ وإخوانه في قيادة الحركة، استمرار المقاومة الفلسطينية والوحدة الوطنية الفلسطينية، العمل من أجل تحقيق كافة الحقوق الفلسطينية. وأنا أعتقد وآمل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشهادة لها ما بعدها في تصعيد المقاومة حتى دحر الاحتلال. الله بالحقيقة بكل إيمان واعتقاد وثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا الاستشهاد سيؤسس إلى مرحلة جديدة اسمها مرحلة انتصار الشعب الفلسطيني وليس مرحلة ضعف الشعب الفلسطيني. Stop.